كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما، كيف لا يكون كريما وهو من بني هاشم عليه الصلاة والسلام، ولنا قدوة به، فكان كريما في كل حال وفي كل شأن وفي كل زمان، ولكن في شهر رمضان يزداد كرمه وبذله وسخاؤه وعطاؤه، فعلينا أن نهتدي به، وإن تطيعوه تهتدوا، فأكثروا من البذل والعطاء. البذل والعطاء سبب لتنمية مالك، وسببا لحلول البركة في مالك. احرص أخي المسلم على هذه القيم التي يريد الله تبارك وتعالى أن تتحقق فينا.